حياكم الله. نبدأ بالتفاصيل. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن تقدير بلاده لجهود جلالة الملك ومسعيه الدؤوبة خدمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة. وثمن السيسي في الرسالة دور الأردن في التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها عدد من الدول العربية، وبما يسهم في الحفاظ على وحدتها وصون مقدرات شعوبها، إلى جانب الدور الفاعل للمملكة في استضافة اللاجئين. كما أكد الرئيس المصري على أهمية العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهم المتبادل على مصلحة الأمتين العربية والإسلامية، معربا عن تقديره لجلالة الملك على مساندته لمصر في مختلف الظروف وما يشكله ذلك من دعم معنوي كبير لها ولإرادة شعبها.